اهلا بكم من جديد. طبعا للتذكير، مجموعه فريق الشباب هي المجموعه A، اضافه الى الشباب نادي الجزيره وفريق تبريز الايراني، الجزيره الاماراتي، تبريز الايراني والجيش القطري. نتابع معكم جرافيك يوضح ابرز لاعبي فريق الجيش القطري. كما هو معلوم مشاهدينا الكرام، فريق الجيش القطري وصل لمدينة الرياض ويتابع استعداداته لهذه المباراة. كان آخر تمرين له هذا المساء على أرضية استاد الملك فهد الدولي. كما عودكم دائما كاميرا برنامج الملعب تواجدت في آخر تمرين لفريق الجيش القطري، تواجد زميلنا وليد الحميد. نتابع معكم هذا التقرير وبعد ذلك نعود إليكم. سنعمل، نحن سنلعب بالحماس كما قلت لكم، ولكن سنحاول أن نلعب بالتركيز ونعطي أفضل ما عندنا لكي نخرج في النهاية مطمئنين أننا أعطينا كل ما عندنا داخل الملعب. Normal that I saw Al-Shabaab and I can tell about them that. نعم بالتأكيد رأيت مباريات الشباب وهو فريق قوي جدا، لذا سنعطي كل ما عندنا ويجب علينا أن نكون مركزين على مستوى. لا يمكن الجواب على سؤالك الآن إذا كنت سأرضى بالثلاث نقاط أو بالتعادل، لكن لا بعد المباراة سأقول لك إن كنت راضيا بالتعادل أو بالثلاث نقاط. طبعا بخصوص أول المشاركة، إحنا عندنا لعيبة محترفين وقادرين إن شاء الله نتأقلم مع هالوضعية. أنك أول مشاركة، احترامنا للخصم وتركيزنا العالي راح يكون من أهم الأسباب اللي تخلينا ننافس فريق الشباب إن شاء الله، وإحنا عارفين خطورة الشباب وقوة الشباب، فإن شاء الله نتمنى بس تبدأ المباراة ونثبت للجميع إن شاء الله. اهلا بكم من جديد، تابعنا معكم استعدادات فريق الجيش القطري لهذه المباراه. استاذ محمد، يعني هل تتوقع ان شاء الله ان يظهر الشباب بمظهر ان شاء الله مختلف وان يكون حاضرا في هذه الانطلاقه؟ دائما انطلاقه الشباب لم تكن جيده في دوري ابطال اسيا، دائما يكون حسم الامور في نهايه مباريات المجموعه. تصريحات برودوم تعطي ثقه وتفاؤل ان شاء الله بان يكون الفريق في احسن حالاته ويظهر بثوب جديد. نتمنى الشباب، هي دعوة أيضا للجمهور السعودي على اختلاف ميوله لدعم الشباب في هذه المباراة. الشباب لا شك بحاجة أن يظفر بالثلاث نقاط. أنا أتمنى بس التركيز على أن الفريق الجيش لا يستهان فيه، لديه عدد من اللاعبين البارزين، لعل أبرزهم الجزائري كريم زيان. من أبرز اللاعبين في الوسط، صانع لعب قادر تحويل دفة الفريق من الدفاع للهجوم بسهولة. الشباب لا شك لديه تكامل في الفريق. كما ذكر الدكتور، هناك انخفاض بعض اللاعبين في مستواهم الفني هو المقلق حقيقة والمحير في الفريق الشبابي، لكن كمنظومة أنا أعتقد أن الشباب إذا قدم 80% من مستواه المعروف سيكسب المباراة بإذن الله. نعم، هذا ما نتمنى إن شاء الله، التوفيق لفريق الشباب ولكافة الأندية السعودية من جانب